سيد دكتور رامي، أهلا بك. بداية يعني عقوبات تفرض من جديد أوروبية على روسيا، على المسؤولين الروس وكذلك أوكرانيين، ما الذي يعزز الاعتقاد حتى الآن في باريس والدول الغربية بأن هذه العقوبات ستجدي أو سيكون لها تأثير سواء على الداخل الأوكراني أو على الموقف الروسي؟ يمكن القول طارق بأن هذا الخيار هو خيار من ليس لديه خيارات أخرى. يبدو الغرب عاجزا عن التدخل بشكل حقيقي وفعال في على صعيد الأزمة الأوكرانية. إمكانيات التدخل العسكري تبدو محدودة للغاية إن لم تكن معدومة. يبدو أيضا حتى خيار العقوبات الاقتصادية، تعلم طارق أن إلى الآن كل العقوبات هي عقوبات موجهة لشخصيات، هي عقوبات رمزية إذا شئت، لا يمكن أن تؤثر بشكل حقيقي على الاقتصاد الروسي. وبالتالي يريد الغرب أن يقول بأننا نقوم بإجراء ما، ولكن مدى فعالية هذا الإجراء أنا من وجهة نظري أنه مشكوك بهذا الإجراء. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا، يبدو الجانب الروسي يضع الغرب بشكل عام وأوروبا بشكل خاص في مأزق، لأنه يقوم بسياسة على حافة الهاوية، وبالتالي يبدو القيصر الروسي مستمرا في سياسته فيما يتعلق بالملف الأوكراني. ويبدو الاستفتاء الذي تم يوم أمس هو خطوة أخرى باتجاه تقسيم أوكرانيا. ما الذي يمكن أن يفعله الغرب؟ أنا لا أعتقد أن هنالك خيارات كثيرة مطروحة على الساحة. إلى الآن يبدو الغرب غير جادا في وضع حد للسياسة الروسية في أوكرانيا. نعم، إذا كان الأمر كذلك دكتور رامي ماجد، وإذا انعقاد قمة دعا إليها الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بمشاركة أمريكية وبريطانية، ما الذي يمكن أن يبحث في إطار هذه القمة؟ لأن السيد أولاند، السيد فرانسوا أولاند ومعظم القادة الغربيين يعلمون أن الخيار الحقيقي الذي يمكن أن يكون مؤثرا وفاعلا موجود هناك في البيت الأبيض. وبالتالي أوروبا بدون الولايات المتحدة الأمريكية لعديد المرات تظهر ضعفها في إطار السياسة الخارجية. تبدو أوروبا عاجزة عن القيام بإجراء حقيقي، والكرة في الملعب الأمريكي. هل أمريكا بالفعل قادرة على اتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة تستطيع أن تلجم الانفلات الروسي في إطار القضية الأوكرانية؟ طيب دكتور رامي، عن أي خيارات أوروبية يعني تلقى أو تلقي بها أوروبا إلى الملعب الأمريكي؟ ماذا تنتظر من أمريكا أن تتخذ من قرارات؟ الحقيقة أن أمريكا لها علاقات واسعة مع روسيا، لها علاقة أيضا بملفات أخرى تهم روسيا، سواء في إطار جنوب شرق آسيا، في علاقات روسيا مع اليابان على سبيل المثال، هنالك صراع على الجزر. فهنالك كثير من الأوراق التي تمتلكها الإدارة الأمريكية إذا ما قررت التحرك بشكل حقيقي وفعال للضغط على روسيا. ولكن إلى الآن بالرغم من كل ذلك الصخب والضجيج الإعلامي الذي تصدره الإدارة الأمريكية والذي يصدره الغرب، لا يبدو أن هنالك تحرك حقيقي وفعال. دعني أشير فقط طارق إلى نقطة على غاية من الأهمية، وهو السؤال المطروح الآن في الدوائر الغربية ولا شك أنه في الدوائر الأمريكية أيضا، ما هو حجم الانخراط الروسي بعد هذا الاستفتاء؟ هل يمكن على سبيل المثال أن توافق روسيا على ضم جنوب وشرق أوكرانيا إليها؟ هذا سؤال مطروح. سؤال آخر، هل يمكن أن تتورط روسيا أكثر بالتدخل العسكري المباشر، خصوصا أنك تعلم طارق أن حكومة النظام الجديد، حكومة كييف الآن تحاول أن تفرض سيطرتها العسكرية على الأرض، ما حجم الرد الروسي؟ كل هذه الأسئلة مطروحة على القادة الأوروبيين وعلى الإدارة الأمريكية ومستقبلا الآن الجميع يراهن. نعم دكتور رامي، أظن المقطع ربما لن يتأخر هذه الرد على كل هذه التساؤلات التي أشرت إليه، خاصة يعني بعد قبل قليل أعلنت القائمون على الاستفتاء في دونيتسك أن إعلان هذه المقاطعة إعلان استقلالها ودعوة روسيا أو الطلب من روسيا لقبول انضمامها إلى روسيا. برأيك أن الموقف الروسي هل هو واضح جليل للدول الغرب؟ تارة يقول أنه يعني طالب بالتأجيل، ثم يأتي اليوم ويقول أنه سيحترم نتيجة الاستفتاء، ثم وزير الخارجية الروسي يقول أنه يجدد الدعوة للحوار بين كييف وكذلك الانفصاليين. هل ترى أوروبا أن ذلك من باب ذر الرمادي في العيون أو من باب مراوغة الروس، ليس إلا إيحاء بموقف ثم التصرف بناء على نتائج الاستفتاء؟
دعنا نشير إلى عدة نقاط في هذا المجال طارق. النقطة الأولى أن الموقف في جنوب وشرق أوكرانيا مختلف عن الموقف في شبه جزيرة القرم. كما تعلم طارق في تلك الجزيرة في شبه جزيرة القرم كان يوجد هنالك قواعد عسكرية روسية، وبالتالي استطاعت روسيا خلال فترة وجيزة أن تفرض سيطرتها على الأرض. هذا الأمر ليس متوفر في جنوب وشرق أوكرانيا. هذه نقطة. نقطة أخرى أن نسبة الروس، نسبة السكان من أصول روسية في المناطق في جنوب وشرق أوكرانيا أقل بكثير من نسبتهم في شبه جزيرة القرم. ولكن الاستفتاء يراد منه أن يكون ورقة بيد روسيا في إطار الضغط. ولكن هل تذهب روسيا بإطار الموافقة على ضم هذه المناطق إليها؟ هذا هو السؤال الأهم. هذه نقطة. اسمح لي أن أشير إلى نقطة أيضا فيما يتعلق أن الغرب الآن يراهن على الانتخابات القادمة التي سوف تجري في 25 مايو الجاري. وبالتالي يريد الغرب أيضا أن يضمن ورقة شرعية النظام القائم في كييف. إلى الآن روسيا وأطراف كثيرة تشكك في شرعية النظام، ويتهم هذا النظام بأنه يميني ومتطرف. وبالتالي الانتخابات القادمة يريد الغرب أن يهدئ الأوضاع ريثما تمر هذه الانتخابات، وبالتالي يصبح هنالك حكومة شرعية قادرة على التحرك بشكل أكثر فعالية. إذن أستطيع القول باختصار أن الأزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات. أشكرك من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي، الخبير بالشؤون الأوروبية والمختص في الشؤون الفرنسية. شكرا جزيلا لك الدكتور رامي.